شيت النهارده برضو مجمع، تمام؟ ده من كتاب جيم. خلاص احنا بنحاول يعني كل الايه الكتب والدنيا ديت نظبطها، يعني كل الافكار يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه هو ده من الزمن اللي معانا؟ لا احنا الزمن اللي معاك خلصت، ده شيت جديد وفي بكره شيت جديد تاني. ماشي. يعني متهيألي يا جماعه كده احنا هنبقى غطينا كل الافكار، لو جت حاجه بقى من بره يبقى هو بيستهبل، صح ولا ايه؟ طبعا حاجه من بره اللي حليناه. انت واخده كتاب عمالقه، واخده كتاب جيم، بكره هتاخد كتاب المعاصر، تمام؟ الامتحانات بتاعته حل الورك بوك اللي كان في امبارح ده، الحاجات اللي احنا خدناها الورك بوك كل الجمل اللي فيه، تمام؟ والستودنت بوك، فاضل ايه تاني نعمله؟ ما فيش حاجه. خلاص ان شاء الله يعني بالتوفيق. ازيك يا شهد؟ ازيك يا مستر؟ ازيك يا حوفي؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا مستر. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه يوسف الغول، اخبارك؟ تمام الحمد لله يا مستر. الف سلامه عليك. الله يسلمك. ايه احسن دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله كويس. ربنا يومك بالسلامة إن شاء الله. ماشي، يلا يا أيمن نبتدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أمي أند سارة آر ديسكاسينج أ فول سكول داي إن ذا نيوز بيبر. تمام؟ بيناقشوا يوم دراسي كامل في الصحيفة. هاي سارة، وات آر يو دوينج؟ تمام؟ قالت لها يس ذير إز سام جود نيوز. أي هاف جاست، يعني هي جاوبت وبعد كده سألتها سؤال. I've just read about a full school day. يبقى هي كانت بتعمل ايه؟ I am reading مثلا، ممكن اقول the school magazine، هي اللي بيبقى فيها النيوز خاصه بالمدرسه، تمام؟ او هنا نيوز بيبر، تمام؟ the school news paper، صحيفه المدرسه. طبعا الكلام ده كان موجود على ايامنا، school news paper والحاجات دي. Yes, there is some good news. I've just read about a full school day. قريت عن يوم دراسي كامل. يبقى السؤال ايه؟ Is there any good news? Is there any good news? طب انا لازم اقول good news يعني؟ لا، ممكن اقول special news. هل في اخبار مميزه؟ تمام. Is there any new news؟ وخلاص. Any new news، تمام؟ new news، news صفة، ونيوز ايه؟ اسم، اللي هي لا يعد على فكرة. يعني news is in my opinion it's useful for developing education. سارة؟ لا، ما واحد قال لك in my opinion، في رأيي. يبقى السؤال فوق ايه على طول؟ ايوه، يبقى جاوبها لي. what، ها؟ لا. What is your opinion? What is your opinion? ما هو ايه رأيك؟ About it، لما بتسألي عن رأي حد بتقولي كده. What's your opinion about? What's your opinion about? It's useful for developing education. تمام؟ هو كويس لتطوير التعليم. قال جملة رد على الكلام ده وبيقول it's too boring for students to stay in school all day. About ايه الأول؟ About ايه الأول؟ About the full school day، اليوم الدراسي الكامل يعني. احنا ما كتبناش رأيه في ايه. هو كويس في تطوير. طب هو قال حاجة وراح جاي قايل لا ده ممل خالص ان الطالب يقعد في المدرسة طول اليوم، يبقى هو قال له ايه هنا؟ قولي بالعربي وبعدين ابدأي قولي الكلام. قعدت يوم؟ لا، مش احنا بنتكلم في آراء؟ يبقى أنا قلت رأيي فوق أهو، سارة قالت رأيها. إيمي ترد إيه؟ I don't think so. ما هي بتقول رأي مخالف أهو. هي تقول لها هنا I don't think so، تمام؟ I don't agree، أنا لا أتفق. ليه؟ لأن هو ده شيء ممل. I don't
agree with you. لا أتفق معك. It's too boring for students, للطلبة, to stay in school all day. Personally, نعم. I don't know if the old probably, but it is too boring. يعني اكتب probably بس. Probably, but. لا هو بادئ مش but بقى. It capital يا علي. It capital. مش هينفع اقول but. I don't agree with you. الاتفاق في الرأي I agree with you. عدم الاتفاق في الرأي I don't agree with you. ومشتقاتهم بقى I don't think so. I totally agree. I disagree. تمام. You are right. You are not right. I think if the teacher makes the lessons more fun, the students will enjoy their day in school. سألوا سؤال. ها. الجملة الأول وبعدين قال what else. ماذا أيضا. كملي يسار. كملي يسار. أقول إيه؟ مش أنا برضو قلت هو المدرس ممكن يخلي الدرس أكثر إمتاعا، تمام؟ والطلبة هيستمتعوا. فهي قالت what else؟ طب وإيه كمان؟ يبقى هي قالت فكرة. يبقى هي قالت إيه؟ فكرة. أنت تردي تقولي إيه بقى عليها؟ maybe مثلا ربما maybe what else مستر ممكن اقول I agree with you. ما احنا قلنا هنقوله حاجات ياما. That's a good idea. دي فكره رائعه. تمام. بس هو ده فكره. فالافضل ان انا اقول that's a good idea لانه بيقول له what else ايه كمان. او بيقول لي مقترحات. يبقى كل الاثنين دول مقترحات. يبقى that's a good idea. تمام. بعد كده حبيبة السويسي. Planting trees can help the environment. Have you ever walked in the hot sun and wished there was a tree? إن كان في شجرة. Trees protect you and remove the need for air conditioning. يعني ايه الجملة ديت؟ الأشجار بتحميك وبتزيل الحاجة إلى الاحتياج لمكيف. خلاص. Trees are used in the paper industry. في صناعة الورق. Industry. صناعة الورق. تمام. بعد كده so you can save the environment or the trees by maximizing تقليل تخفيض the use of your paper. You can eat or write on both sides. So زي ما احنا عملنا. تمام. Print. You can print. طبعا الورق يا جماعه عرفتوا الاسعار بتاعته يعني. ها والله الله العظيم يعني كنا بنجيبه ب 40 النهارده ب 100 والله. والله اول السنه بادئين نجيب كان ب 38 النهارده ب 40 ب 100 والله. ده لسه يعني ده لسه يوم الخميس. الله اعلم بقى ربنا يستر. الاندومي فعلا. انا تعبت لما عرفت ان الاندومي ده. Rainforests cover only about 7% of earth land. بيغطي 7% من اليابسه على الارض. But they are home. ولكن هي موطن to half of all known plants. للنباتات المعروفه and animal species. وأصناف الحيوانات. Most experts معظم الخبراء agree that about 80,000 acres اللي هم الهكتار تمام disappear every day. 80,000 هكتار بيختفوا كل يوم when trees are cut down. Trees also play an important role بيلعبوا دور مهم in absorbing في امتصاص the carbon dioxide الثاني في الكربون that causes climate change. Fewer forests mean more greenhouse gases. الغابات الأقل بتعني تمام اللي هي غازات إيه ضارة. تعالوا نشوفوا أول سؤال. Not are home to half of all species of plants. طبعا دي اسمها rain إيه rainforests.
Cutting down many trees increases بيزود طبعا greenhouse gases. About half of the world's wetlands have disappeared in the last دي لسه ما وصلناهاش. What is the best title for the text? نكمل بقى احنا هنجاوب على السؤال ده. هو فوق بيتكلم عن rainforest. بعد كده grasslands. بعد كده finding a balance. يبقى ايه العنوان؟ لغاية كده ايه العنوان؟ ها؟ ينفع example of natural environment؟ ده لو لغاية أول قطعتين يا علي، ماشي، ده لو لغاية أول قطعتين، إنما في التالتة تمام؟ أعطيني البالانس. يبقى the problem of deforestation. The problem of deforestation. مشكلة الإيه ديت؟ ما هو هو متكلم لك قطع الغابات. خلاص؟ وبيقول لك إن هي علاجها في الآخر إن إحنا نعمل كذا وكذا، خلاص يبقى هي دي المشكلة والحل بتاعها. طيب بعد كده بيقول لي why have half of the world's wetlands disappeared؟ دي هنلاقيها في القطعة الثانية. Have disappeared in the last 100 years due to ديت بمعنى بسبب. زي because of. فاكرين because of امبارح؟ بيجي بعدها النون تمام، انما قلنا بيكوز بس يجي بعدها الايه جمله تمام. يبقى هنقوله كده دو تو اهو بسبب فارم لاند اور اذر اندستريز، بس هي دي الاجابه. يبقى دي بسبب الزراعه تمام او صناعات ايه اخرى. تعالى بقى كان السؤال اللي سبناه About half of the world's wetlands have disappeared in the last last 100 years على فكرة 100 years 100 سنة يبقى in the last century in the last century في القرن الماضي طبعا millennium اللي هي الألفية تمام وير الايه سنة decade ده اللي هو عقد من الزمان اللي هو 10 سنين 10 years. نكمل الأسئلة. Why have دي قلناها. How do we solve the problem؟ إزاي نحل مشكلة؟ هو قايل لي أهو آخر جزء أهو. يبقى we have بص بقى هو بيقول لي إزاي نمنع المشكلة دي؟ يبقى we have to يجب أن we have to أجيب بعدها بقى الفعل اللي هو قايل لي عليه. We have to find وأكمل بقى a balance between what humans and animals need. تمام؟ يجب أن نوجد توازن. فاكرين الترم الأول لما شرحت لكم موضوع إن أنا أبتدي بالفاعل أجيب فعل أحوله لاسم وأبتدي بيه. يعني بدل ما أقول إيه؟ to find a new لا أقول على طول finding a new. We play football playing football لعب الكرة. تمام؟ فهو برضه هنا مختصرها يبقى لازم أقول له الأول أفكها عشان تبقى جملة. We have to find a balance. Between humans and animals. Neat. بس كده. لغاية هنا على فكرة. Some scientists. أو في جزء تاني برضو كمان. يبقى we should put aside half of earth. لا خلاص هو ممكن السبب الأولاني. بس هو خلاص. زودت مش هيأثر معي. ماشي. يلا يا روان. To get the opposite. يلا يا روان. To get the opposite of usual, we add the prefix on. It's noisy here that I can't think. The opposite of noisy is calm, هادئ. قلنا loud, عالي. Unique, اللي هو هادئ, common, شائع. Three, adding the suffix a to person changes it into an adjective. AL, personal, شخصي. Our book will appear in the shops next month. The synonym of appear. هو بيقول لي هي come out صح؟ show up صح؟ ماشي. Both A and B. I want someone to tell me that I should call a friend tonight. I want someone to, huh?
لا مش remember me to remind يذكرني تمام 6 انا عندي remember انا افتكر لوحدي remind يذكر 6 not means as said by someone or as shown by something دي جديدة دي according to طبقا لي جدع كويس according according to معناها اتقال بواسطة شخص او عرض بواسطة ايه شيء thank you بعد كده علي تفضل علي if I aim more trees more free time I would play more sports if I had if I had صح حالة ثانية من if يبقى if I had if I had more free time two he was very tired because he ate well he was not well لا لا he was very tired because he نوام hadn't slept جدع hadn't slept طيب جاء واحد راح جاي كاتبها لي في الامتحان يعني دي اقرب اجابه didn't ايه didn't sleep اعتبرها له ايه غلط ليه بقى لان انا عندي حدث اول اللي هو حدث ما نامش والحدث الثاني ان هو اصبح تعبان قلنا بعد because طالما الازمنه ماضي كده يبقى احنا نستخدم بعدها ماضي تام وقبلها ايه past simple ماضي بسيط 3 كمل يا علي Abe used to play the guitar but I don't have time now ثاني ايه ثانية سامية ماشي used to معلش يا علي الله ساعتي بايظ ما تخلص يا لا used to play هي محتاجة ثانية ولا دقايق ما تخلص My mother offered Amy helmet ولا لا ركز helping to help offer to help offer بيجي معاه تو المصدر هو في فعل بيجي بعد تصريف تاني Fine I owe you the information when I get it ها هنجيبوها ماضي ما بلاش الماضي مش فاهم وايه اللي مش فاهم يلا جيت يلا مضارع هي يلا بريزنت سامبل يلا يبقى الجمله الثانيه ايه ايوه سنت ويل سنت هو انت كفيف وانا لازم اشاور لكم على الكلمه بيقول لك اهو انا سارسل لك المعلومات وين اي جيت ات يبقى الحدث الاول بعد الرابط بريزنت سامبل والحدث اللي بعده ويل والمصدر يبقى نخلي بالنا لو عندي رابط ولقيت ماضي انا هستخدم ماضي بسيط وماضي تام شوف مين الاول فيهم لقيت زمانين واحد فيهم مضارع يبقى الثاني ويل وايه ويل ومصدر ارتب بس بعد الرابط دايما مضارع بسيط خلاص انما في افتر وبيفور لا ابقى عارف مين اللي بعده الماضي التام ومين اللي بعده الماضي البسيط ماشي a review of the rule of the robots in our future in the future الروبوتات بقى الانسان الالي هيعمل ايه بقى الانسان الالي اقول لك برضه هتديني المقدمه الحلوه بتاعتنا I think life will be different in the future nowadays we هذه الايام we do most of our things تمام our activities او we supply يعني we do we do what we need by ourselves بنعمل اللي احنا ايه بنعمله بنفسنا or we can ask a delivery to do it how to buy it مثلا تبتدي بقى تحكي في المستقبل ازاي الدكاتره هيستخدموا الروبوتس يبقى doctors will use the robots to do operations do
operations اللي هو يجري عمليات do operations تمام. هتقول لي مثلا ان there will be robot او robotic teachers تمام، مدرسين كمان ايه روبوتس خلاص. وتقول لي بقى تديني ده هيبقى حاجه كويسه ده هيبقى حاجه وحشه خلاص، الناس هتتعامل ازاي. I think it will be difficult to be مثلا a robotic teacher، ان يكون في انسان مدرس مثلا انسان آلي خلاص. نقول لك I will send the robot مثلا to the market، هبعته هو للايه للسوق، and ask it to get my groceries، ويجيب لي هو الايه البقوليات تمام. We will have a robot with the children، هيبقى في روبوت مع الايه الاطفال. It will protect them، سوف يحميهم. خيال علمي بقى، اديني حبه هلوسه كده، بيقول لي انسان آلي عيش حياتك خلاص، اي فكره تجي لك ممكن هتحصل شغال. بعد exam 2 هنستخدم زمن ايه؟ هتتكلم في المضارع present simple، احنا بنعمل حاجه دلوقتي present simple دي الحقيقه، وبعد كده ولو ايه ولو مصدر اللي هيحصل في المستقبل. منال is asking هالة about something in the eagle poem، في قصيدة النسر. معرفش انا ايه قصيدة النسر دي، بس يعني هنشوف ان شاء الله تسرنا ان شاء الله. حبيبة اتفضلي يا حبيبة، حبيبة العوضي منال. منال is asking هالة about something in the eagle poem. صعبة الامتحان ده على فكرة، القطعة دي. The sentence is in this poem. الجملة مش عارفاها. ما لسه هقول. بيقول لك ايه؟ The sentence الجملة in this poem في هذه القصيدة is a thunderbolt. عارفين انتوا thunderbolt؟ صاعقة. تمام؟ A thunderbolt سأله سؤال. لا سوري، قال له جملة فقالت I mean، يبقى I don't know. ها أنا هقول لك كده I don't know what he means. أو what you mean، مش I mean بقى ده أنا اللي بتكلم، ده قدامي هي اللي بتتكلم. You mean I don't know what you mean. ايوه ناصر. عادي نقول I don't understand you. I don't understand you. ماشي. طب اخلي بالي برضو من الحته اللي انا دايما اقولها، لو انا لقيت نفسي في مزنه ومطلوب مني سؤال ولكن هو حاطط لي في الديالوج فول ستوب، قلنا بنعمل ايه؟ I want to know، أريد أن إيه؟ أن أعرف. I want to know مثلا عايز أعرف عمرك، يبقى I want to know how old، بس بدل ما بقول how old في السؤال العادي how old are you، بقول how old you are تمام. السؤال الأصلي مثلا بيقول لي where is Mona مثلا، ده علامة استفهام، يبقى عايزها فول ستوب. هقولها ازاي برضو؟ I want to know where، بس مش is منى بقى، where منى ايه is. طب ده الافعال المساعده واضحه، you are و is verb to be. لو اصل الكلام where does she live، ده سؤال. طب انا عاوز اعملها سؤال جمله ولكن بغرض الاستفهام برضو. I want to know where she lives. ما انساش ازود الاس. انا كده حولت شكل السؤال لجملة بسيطة. ماشي؟ I want to know. فسألت سؤال، قال له yes I will read it and like a thunderbolt he falls ويسقط مثل الصاعقة. يبقى السؤال ايه يا حبيبة؟ حبيبة أيوه اتفضلي.
هتبقى ويل ايوه ويل 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 يو ويل يو ويل يو ها لايك ما فاضلش الا ريد ويل يو ريد ات هل ممكن تقراها لي فور مي مثلا او ويل يو ريد ات ريد ذا سنتنس ممكن تقري لي الجملة يعني كلها؟ نعم. ريد بس؟ ما هو ريد ايه؟ ريد ات بس ماشي. So when you say it's a thunderbolt وسأله سؤال قالت لا no a thunder doesn't hit him. عارفين بقى يا جماعة حتة ايه؟ Do you mean what I mean؟ تمام؟ الكلام دوت كله نقولها ازاي؟ ها do you mean هل تقصدي do you mean that ما هو بيقول لي تحت لا a thunder doesn't hit him يبقى do you mean that a thunder صاعقه يعني a thunder hits بقى hits him do you mean هل تقصدي ان هو في صاعقه بتضربه قالت لا لا الثاندر doesn't hit him but he falls هو بيسقط مثل الصاعقه قالت جمله could you say that another way ممكن تقوليها بطريقه اخرى I still لازلت don't understand واحده غبيه يعني تمام I still don't understand لازلت لا استطيع الفهم مش فاهمك قلت لها اوكي هتشرح لها من الاول وجديد in a thunderbolt he falls down as fast as a bolt of lightning كانه نبضه من الايه من الضوء تمام فهمت بقى اهي النهارده على فكره اليوم العالمي للحمايه 8 مايو خلاص والله فاحنا قابلنا منال اهي I see I thanks خلاص thanks حد هو حد يكون عيد ميلاده النهارده يا جماعه ماشي مستر اوعى اوعى اي لا هي كده جاي بنحكي عن ايه يا اساس شوف الريكورد according to company who has stolen witnesses had stolen belongings حنين The police could stop three people who ate 10 mobile phones worth witness لا هنا اهو could stop البوليس قدر يوقف ثلاث اشخاص هو عندك ماضي تام يا حنين يبقى هو ايه؟ هو هاد ستولن هاد ستولن يا جماعه يا جماعه وانا بحل كده احط شويه حاجات في دماغي ايه هي؟ الازمنه لازم تبقى يعني زي السكينه في الجاتوه كده يعني انا ما ينفعش اقول ايه؟ كود ستوب الاقي بات ويتنسز ديت حاجه من اثنين يا اما شهود خلاص يا اما يشهد في البريزنت سامبل فاستحاله ان انا هجيبها ازاي؟ ماضي مع مضارع. تمام؟ وطالما جبت هو هو دي يعني فاعل صح؟ يبقى بعد الفعل انا محتاج مين؟ فاعل. امشي قواعد كده بسيطه في دماغي بدائيات اساسيات. هلاقي نفسي ان انا بحل سهل. طب ما ممكن هذا ستولن نرجع للقاعده اللي هي بتقول ما ينفعش اجيب ماضي ومعاه ايه؟ مضارع. ماشي؟ 10 موبايل فونز worth يعني يستحقوا over 50,000 pounds from a big company شركة the police said that they were going toward the metro نقط وقال to a complaint يعني ايه؟ شكوى
يبقى هيقول ايه؟ في تو. طيب هل يا ترى هقول belonging to؟ لا. witnesses to؟ has stolen to؟ according to؟ احنا عارفين according to اكتبها capital. مستر ده جايبها لي small. ايوه حبيبي، ما هو لو جابها لك capital هتتحط كده خلاص. according a to انت تكتبها له بقى capital. The company, the bullies went to the company and met many. انت بقى تفضلي. ها حنين، witnesses شهود. ميني عايز اسم جمع بعدها، شغل القواعد دي كده وانا براجع بقى. ميني يبقى عايز اسم جمع، تمام. بعد كده قطعه. طبعا انا ليه عمال اقرا القطعه معاك؟ عشان تشوف اساليب الجمل عامله ازاي، كلمات مفردات. I know everyone should have a goal in their life. Everyone هي اللي عايد عليها their ديت، their life. Personally على خصوص I have many goals that I would like to reach throughout my life. في أهداف كثيرة عايز أحققها أوصل لها خلال، أنتوا واخدين كلمة through بس، تمام؟ قلت لكم قبل كده كلمة throughout ديت خلال. throughout خلال أو عبر my life. First I would like to go to a good university when I pass my high school، لما اجتاز الثانوي. Second طبعا high school دي اللي هي الثانوي. I'd like to get a good job، ده أول هدف. تعال نشوف الأسئلة. The writer wants to go to university to study، ما قالش لسه لغاية دلوقتي، ما قالش صح. Good job. My first goal is going to university when I get out of school. I'd like to go to تاني برضو to study engineering، تمام. To be a robotic engineer اهو، يبقى wants to be to study robots اكيد يعني. The writer doesn't want only money from his job but he wants، من غير ما نفهم يعني، a good a good position تقريبا. لا no new ideas، طلعت new ideas افكار جديده ماشي. The writer's favorite hobby is the، هنلاقي كلمة hobby music اهي، music. What is the best title for this text؟ ايه بقى الاهداف؟ My goals in life، أهدافي في الإيه؟ في الحياة. لا، goals. الأهداف البعيدة بسميها goals. تمام؟ في الحياة goals. التارجت ده في الشغل بتاعك، عايزة تبقي كده يبقى ده التارجت، تحققي حاجة. بعد كده قلناه summarize the passage into lines في سطرين. كل ده بقى في سطرين. تمام. My goals in life is to be a robotic، نعم دي في السؤال اللي تحت. My goals in life is to be a robotic engineer. أدي أول هدف. Second goal is to get good job in a good company. Robotic engineer. After I finish school. After I finish university back. How my education. Then
I want to. ادي قلناها كمان خلاص ده احنا خلصناه. نعم؟ وعايز يستدي ميوزك كمان؟ then my second goal, my second goal is to study. طبعا يا جماعه لو بقيت صفينه شويه يعني مش هيقتلك. to study music as a hobby. لا 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 مش تصغير خط والكلام ده، ما هو ده خط كبير هنا مش اول سطر على فكره. كان هياخد السطرين يعني لو صغرته سيكا يعني. هي 8 كلمات يعني السطر كده 8 كلمات. اسال. هو علي لو كان ابدو سطر ونص او سطر هيحسبها لي غلط صح؟ يا عم اعملوا سطرين بس. What's your own future goal؟ هو هنا بقى ساب الموضوع وكلمك انت. ايه بقى future goal بتاعك؟ I want to be، اكتب اي وظيفة بقى. I want to be a doctor مثلا. درجات من الهوا دي. ولا تكتب ولا تعمل، خد درجتك واجري، خليك طالب حرام في الامتحان. بعد كده خوفي. خوفي انت ليك كمية شيتات هنا يا خوفي. يبقى تعالى خدها. ماشي يا باشا. ماشي يوسف مامتك جات؟ يوسف الغول. لا يوسف الغول ماشي. ماشي. Not is when an area becomes desert. يلا يا نوام. لا نوام ناصر. Desertification. Desertification. تصحر. Two. This factory sells good cotton clothes. They are good. Products. Products. منتجات. Products. طبعا eagles. نسور. Poems. قصائد. Species. أنواع. They finally found the cat up on the roof. The synonym of finally is شعر. شعر. Poetry. Poetry. Of finally is lastly. Lastly. Iron will melt. طبعا دي غلط. تمام. Iron melts. Melts. And the fact. Will melt when it's made very hot. The antonym of melt is freeze. لا دي عكس melt. Sorry, freeze. يتجمد. Dissolve ديت اللي هي يتحلل. يتفك. تمام؟ Reduce يقلل. Leak يتسرب. يقول لك البامبرز بيسرب. Leak. Leaks.